عليه السلام هذا يدعونا إلى أن نسلم ونصلي على الأنبياء إذا ذكروا. ولذا جاء عند البيهقي وابن عساكر وحسنه الألباني رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر الأنبياء فسلموا عليهم فإنهم بعثوا كما بعثت. فهذا هو الأليق بنا لإظهار فضل هؤلاء الأصفياء. والذي يظهر أن الأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه ذكر كثير من الأنبياء ولم يسلم عليهم أثناء ذكره لهم، فتركه للسلام لعله من باب بيان الجواز. والسلام هو طلب السلامة من الله المسلم عليه، فنحن ندعو الله عز وجل أن يسلم أنبياءه، وذلك لأن الأنبياء تمر بهم مواقف، ما يكون في القبر، ما يكون من أهوال في يوم القيامة. وإذا عليه الصلاة والسلام عند الصراط يقول: يا ربي سلم سلم. وفي حديث الشفاعة يقول الأنبياء: نفسي نفسي